قررت لجنة الحوار والوساطة التي شكلها الرئيس المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح في أول اجتماع لها رفع عدد أعضائها من 6 إلى 7 بإضافة ناشط من الحراك الاحتجاجي. وقررت الهيئة إضافة محمد ياسين بوخنيفر الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها. وجددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداول أسماؤها إلى تلبية نداء الوطن والعمل من أجل مصلحته، مؤكدة انفتاحها على كل الشخصيات الوطنية بما فيها الجالية الجزائرية الموجودة في الخارج.